السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لالا ماما مع هاد الوصفة جديدة لديدة اللي هما فطائر بالباذنجان. كيجيو روعة ورائعين. لهاد الفطائر غادي نحتاجو تقريبا واحد جوج زلايف ديال دقيق الزرع. انا هنا استعملت دقيق الزرع اللي مصفي، واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة المعجونة، معلقة صغيرة ديال السنيدة، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة ديال الموطارد كيعطيو بنة لهاد الفطائر المملحة، وساشي ديال الخميرة الكيماوية من الفئة ديال 8 غرام. كنضيفوا على هاد الشيء نص كاس ديال زيت العود او الزيت البلدية، يمكن نعوضوها غير بزيت المائدة، ويمكننا كذلك نعوضو هاد الا ما كانش عندنا الدقيق ديال الزرع اللي مصفي يمكننا نديرو الفرص. صافي كنعجنو بالماء دافي مزيان، كنعركوها واحد شوية وكنخليوها في بلاستيكة ترتاح باش ندوزو نصوبو الحشوة. كيخصنا نحصلوا على عجينه تكون شويه مرحوفه، كتكون في الاول كتلاصق، ملي كنعركوها صافي كتولي مزيانه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو هنا عندي واحد جوج دنجالات، واحد خيزويات، فليفلاخ، قرعه خضراء، وواحد الحبه ديال مطيشه، وشويه ديال لاداند. انا هنا عندي لاداند اللي كيكون في المجمد اللي قلت لكم كندير فيه معلقه د الموطارد، معلقه السوجا ومليحه، ونخليه في المجمد. كنضيف عليه بصيله كبيره مشلضه، والفليفله حتى هي قطعتهم في ديك الاشوار، اللي ما عندوش يمكنلو يقطعهم غير صغارين هكا قطع صغيره بالموس. كنشحروهم في زويته فوق النار، وكندوزو نصوبو الدنجال اولا الباذنجان. كناخذوه كنقطعوه، كيكون مغسول بطبيعه الحال، كنقطعوه بالقشره ديالو ماشي مشكل، وكنديروه في هاد الاشوار باش كنحصل على قطع صغيره كما يمكننا نقطعوه غير بيدينا. كنحصلوا عليه بهذا الشكل، يعني هاد الاشوار هذه اداه عمليه صراحه ومفيده في المطبخ ديالنا. كنضيفوا على ديك اللاداند يتشحروا، وكنضيفوا عليهم هذا الدنجال. بالنسبه للاداند عندي جامد، ملي كيحس بسخونيه صافي كيطلق راسه. كنولي نضيف عليه الخزو اللي عندي حكيته في الحكاكه الغليظه، كنضيفو عليه ونخليه حتى هو يتشحر واحد شويه. وفي الاخير ملي كتبقى لي واحد 3 دقائق نطفي عليها، كنضيف لها القرعه حتى هي محكوكه، واحد حبه ديال مطيشه مقشره ومقطعه قطع صغار. بالنسبه لهاد المطيشه هذه كترطب لنا هاد الحشوه هذه. صافي كنشحروهم واحد شويه ونديروا لهم العطريه، اللي هي كنديروا الملحه حسب الذوق ديال كل واحد، كنديروا واحد جوج معلقات ديال البابريكا اولا الفلفله حمراء، كنضيفوا واحد نص معلقه ديال الابزار، وواحد الرشيشه ديال سكينجبير غير شيشه هكا راس معلقه كيعطي بنة لذيذه. وكنضيف الهريسه اللي هنا حضرت في الدار، دابا نحط لكم الفيديو ديالها ان شاء الله، واحد معلقه عامره ديال الزعتر كنحكو هكا بين يدي. كنتمنى نجربوا هاد الحشوه، راها كتجي رائعه رائعه، ويمكننا نستعملوها في اي نوع ديال الفطائر عندنا. صافي كنخليوها هكا ونخليوها على جنب تبرد شويه تدفى باش ندوزو نعمروها في العجين. كناخذوا العجينه من بعد ما كتكون ارتاحت بهذا الشكل، كتولي كتطلق راسها بوحدها. كنقسموها على جوج ديال الاجزاء، كناخذوا الاول نخدمو به، واللي بقى كنردوه للبلاستيكه باش ما تكونش ديك القشره على الوجه. صافي كنطلقوه بالمساعده ديال الدقيق على شكل مستطيل كبير، كنبقاو حتى كنطلقوه على شكل مستطيل اللي يكون كبير وما يكونش السمك ديالو غليظ بزاف او لا رقيق بزاف.
كنحصلوا عليه بهذا الشكل. كناخذوا الجراره اولا القطاع ديال البيتزا كنبقاو غير نرشمو فين غادي نديروا الحشوه ديالنا، غير كنرشمو هكا على شكل مستطيلات اللي يكونوا طويولين. نتوما غادي تفهموا الفكره من بعد. انا غير كنرشم باش نلقى فين غادي نحط الحشوه، كنحطها في الجهه ديال المستطيل التحتاني، حيت الا جيتو شفتو راني راشمه مستطيل فوق مستطيل، كنحطها في الجهه التحتانيه بهذا الشكل هذا في الوسط ديال المستطيل اللي راشمه، غير شمت ما قطعتش. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر المستطيلات اللي عندي لتحت كلهم هكا بهاد العماره، وكنجي للمستطيلات الفوقانيين كندير فيهم هكا اشرطه بالعرض، كنبقى كندير فيهم هكا اشرطه بالعرض حتى كنكملهم كاملين. كل مستطيل كندير فيه اشرطه بوحدو، ما كنلصقوش مع المستطيل الثاني بهذا الشكل اللي في الفيديو. كناخذ واحد البانسو كندوزو هكا في الماء وكندوزو في الجناب ديال فين كاينه عندي العماره لتحت، باش ملي نلصق العجينه كتلصق لي بسهوله ما كتحلش في الطياب. صافي كندهن هكا الجوانب كامله بالماء، وكناخذ هذاك النص الفوقاني صافي كنحصل عليهم بهذا الشكل هذا. كناخذ الفطائر ديالي كنديرهم في صينيه اللي تكون مدهونه بالزبده باش ندخلهم للفرن. غادي نخليكم عاوتاني مع الفيديو بالطريقه كي صوبناها بالتفصيل، والفيديو راه شارح نفسه. نعاود معكم العجينه وما يتحلوليش في الفرن. ملي كنكملوا الكميه ديال العجين اللي عندنا كندهنهم بواحد بيضه هكا على الوجه، بيضه كناخذها كنطربها مزيان. اللي بغى يضيف فيها معلقه الصوجه من اجل اللون ما كاين لاش، انا درت غير بيضه. دهنت هكا الوجه ديالهم ودرت عليهم بذور الشيا، ويمكن نستعملوا البافو اولا الحبه السوداء. كندخلوهم يطيبوا على نار متوسطه، كنحصلوا عليهم بهذا الشكل راهم كيجيو حاجه لذيذه. يمكننا نعوضوا الدنجال في عوض ما ناكلوه زعلوك اولا مقلي، هذه طريقه جديده باش نوظفوه وحتى الاطفال ديالنا ياكلوه. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتشاركوها مع احبابكم واهلكم بلي بارطاج، وما تنساوناش من لايك ديالكم، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.